ardada wax ka barata jaamacadda cilmiga badda ee magaalada Berberaha iyo maamulada halkaas ka jira ayaa muhaadaro waxa loogu qabtay diiniga magaalada Berbera sida uu ku faahfaahinayo Maxamed Cabdullaahi soo fariisto Berbera uga soo warhama telefishanka Somali Channel. محاضرة أو أي سوق من قابيين محد كفافين تدين تإسلام كأي وح لغو قبطي هو الكشرر كشام عدا علم جابدة أي مجال ده بربراء محاضرة أي وح كسوق قيب جلي جودهان أرضي ده يم علمين تشام عدا سي سدوا كلا وح يجون كسوق قيب جلي مسؤولين تا قبل كساحل يدق مدى بربراء محاضرة دين جا أو سوين أسر دويين أرضي ده يم علمين تلو شيدين أي أي وح وقرين فافين كبيعي مسؤولين كسعتي محد كفافين تدين تإسلام كا بربري وحي كم الأحد سدح بين مجاله أنا لقفري حس بيدو رجلي وهو هو أنا دينته عطية الرحمن بالو رجلي وصلنا سياسة مكاها وأمر كل من دسي منها خيريو يمكن صدق أيام من دسي مدينة أي تهي بربرا برعو إيه هرجيسة عطية الرحمن بالو رجلي كل يسقال بقول يسدد يلحي الله باتن في أيام من دسي مركزنا بس سياسة بيسور رجتي أسر أسبين نقطي أسر ألبين نقطي dabaad noqot ila dawladda ay lagu gaadhay 1926kii ayaa halkan ka la bilaabay annagu wuxuu raacay salaatu wasalaam almar'u ala dini khaliilihi qofku wuxuu haystaa diinta saaxiibki fa yanzur ahadukum ay yukhal qofku ha iska eego ciddu la saaxiib cidda la saaxiibaysa iska saaxiibku qofka wuxuu u jiidaa من عروج شهدو هدي صاحب ولا أكسن أدرى عدنا لنا عولا جوك وشيري ضد صاحب حر عدنا لنا عثمان تتعب وشيري قدوميها كام عدى علم جبدة مقالة بربرا كابتن عبد الرحمن أحمد إسماعيل يقدوميها قبل كصاحب علي محمد علمي ما يركو حجين كدق مدى بربرا أي يقنا مسؤولين تا ما حد كفافين تدين تا إسلام كوجا مهد عليي محاضرة سي إيو يقو أرضي ذا أنا وقباقي إنه يكون رقمان وحن عاد وقف حسان لبلح في الدود إيه سصاران التاريخ إيه مانطع المحاكم كبروا لي بدو هوية دي دي أوه تيك كوات إنه رشو بلاد كتب كسرة في أبو تاريين والعلمة دي فاكري سي إلي وصوتك من نوع حفرة ديني شامعطة ويأتي سواب أبو الشيء ورآدي أقوم مهنة غيوب فرابتو تالي أبابك أي أرغير الشامعطو أي صوص غيين يمع لدين تقارق gabagaba di ay ardayda jaamacaddaasi shahaado sharaf ku maamuseen gudoomiyaha hore ee gobolka Saaxil Maxamuud Cali Haysti Ramax oo isagu door muhiim ah ka soo qaatay hirgelinta jaamacadda cilmiga badda ee magaalada Berbera mudane Maxamuud Cali Haysti Ramax oo goobta hadalka soo jeediyay ayaa dardaaran siiyay ardayda dardaarankaasi oo ahaa inay ka mid dhaliyaan mihnada la barayo حسين وحقبت كولي مددي هراء اي تاما عدا وشرفوين ادي ادبان ديوكم هاد نقيا وحكا لاني دي شيئي مكان حلك توقي دواجبا لهم ما قبسن اي وحقا روان كاقت المامان اي فاقي عالك وحقا صوت ابتي ميترين لكن ربتي maamul kayn ka joogana waxaan aad iyo aad uga codsanayaa horan uu kula dardaarmay sabab gudoomiyaha go'aanka ila fadhiyo mayr ku heeyay ila fadhiyo in ay u dadaalaan sidii jaamacaddan ay miradaan u noqon lahayd maxamed abdullahi soo fariistay somali channel magaalada berbera